السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم طلاب الصف التاسع في حصة جديدة من حصص الرياضيات. قبل ما نبلش الحصة يا مس، بدي أذكر إنه أي شيء ما تم شرحه خلال الفيديو فهو ليس مطلوب معكم، المطلوب فقط ما يتم شرحه خلال الفيديوهات وحله فقط. اليوم عندي درس حل المعادلة التربيعية بيانياً. عندي معادلة تربيعية، ماذا يعني حل المعادلة؟ حل المعادلة هي إيجاد قيم س التي تحقق المعادلة. يعني عندي س تربيع ناقص 2 س ناقص 3 تساوي 0. الحل ما هي قيم س التي تحقق المعادلة؟ قيم س التي تحقق المعادلة هي أصفار الاقتران، وقلنا أصفار الاقتران هي النقاط التي يقطع فيها المنحنى محور السينات. خلونا نشوف مع بعض كيف بدي أمثلها بيانياً وأوجد حل هذه المعادلة بيانياً، أي عن طريق أصفار الاقتران. نراجع مع بعض كيف انا بدي احل امثل هاي المعادله. عندي قاف س تساوي س تربيع ناقص 2 س ناقص 3. بدي امثلها زي الحصص السابقه، بدي اطلع معادله محور التماثل اللي هي سالب ب على 2 اف. عندي هون ب سالب 2، ب تساوي سالب 2، والف تساوي 1. يلا نعوضها، سالب ب اللي هي 2 تصير سالب مع السالب تصير موجب، على 2 الف على 2 ويساوي 1. اذا معادلة محور التماثل 1. بدي اعوض قاف الواحد، عندي 1 ناقص 2 ناقص 3، عوضت الواحد بالمعادلة. معادلة محور التماثل ايش تساوي؟ 1 سالب 4، 1 سالب 4. عندي ألف موجب إلى المفتوح لأعلى، مفتوح لأعلى. خلوني أنا أطلع قيم وأمثلها وأطلع الحل. حكينا قسم هون عندي س وصاد، عندي هون رقمين قبل ورقمين بعد، وهون عندي التماثل اللي هو 1 سالب 4، 1 سالب 4، باخذ اقل منه 0 سالب 1، باخذ اكبر منه 2 و 3، ويلا مع بعض بنعوض. سالب 1 كيف بدي اعوض سالب 1؟ سالب 1 تربيع بتصير 1 زائد 2 ناقص 3 المسالب، 1 زائد 2 3، 3 ناقص 3 تساوي 0، إذا هاي القيمة تساوي 0، هاي عفوا عندي 1 تساوي 0، يلا نعوض بالصفر، 0 ناقص 0، 0 ناقص 3 سالب 3. عندي بدي أعوض هلا 2، دعوت 2 يعني 4 ناقص 4 ناقص 3، 4 ناقص 4 صفر، ناقص 3 هي ناقص 3. بدي اعوض 3، بدي اعوض 3، 9 ناقص 6 ناقص 3، 9 ناقص 6 3، 3 ناقص 3 تساوي 0.
مين؟ سالة ثلاث، ثلاث صفر. خلينا نرسم سريع مع بعض. أول شيء بدي أعرف هاي محور السينام، هاي محور الصالة، تعقد محور تماما، سين واحد وسالب أربعة، هاي واحد، هاي واحد، سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاث، سالب أربعة. إذا هاي النقطة هي نقطة الرأس. بدي أعوض صفر سالب ثلاث، هاي صفر سينات، بدي أنزل للسالب ثلاث، هاي النقطة. بدي أعوض السالب واحد وصفر، هاي عندي سالب واحد وصفر ما بتحرك. بدي أعوض اثنين سالب ثلاث، هاي اثنين، بنزل عند سالب ثلاث، هيها النقطة. وبدي أعوض الثلاث وصفر، هاي الثلاث وهاي الصفر. إذا هاي نقاط التعويض بوصل بينهم طبعا. هيها الرسمة، هاي الرسمة. بنلاحظ احنا من الرسمة وين قطع محور السينات، وين قطع المنحنى محور السينات، عند الثلاث، عند الثلاث والسالب واحد. إذا نحل المعادلة، سين تساوي ثلاث، سين تساوي سالب واحد، مجموع منحنى سين تساوي سالب واحد وثلاث. إذا هون وجدنا قيم سين. ما هي قيم سين؟ اللي هي سالب واحد ثلاث قيم سين. لهون نتوقف عن حصتنا اليوم. بتمنى ترجعوا تحلوا المثال، تتدربوا عليه، ومنه بتراجعوا طريقة الرسم، وبعد الرسم توجدوا أصفار المعادلة. يعطيكم العافية وأستودعكم الله، ولا تنسوا تبعتوا لي على المنصة. يعطيكم ألف عافية.